أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الحادي عشر، والشوط الحادي عشر مخصص للحجايج البكار. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، نزهة على المقدمة، نزهة تتنزه على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن خليفة بن علي بن عبيد الغفلي. المركز الثاني، المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني. عوايد، عوايد للسيد حمد بن عبد الله بن لويع العامري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث أركان للسيد محمد بن معتوق بن شامس العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف أسباب ولا ما شيء أسباب دائما تشكل بغياضي محمد بن مصبح بن عبود الغفلي. المركز الخامس، المركز الخامس نشوف ميسورة، ميسورة للسيد محمد بن عويض بالحطم العامري. وفي المركز السادس، المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس محبة للسيد سالم بن حمود بن باروت العامري. وفي المركز السابع، المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع الوطن للسيد علي بن سلمان بن علي الوهيبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن الشايبة للسيد حمد بن خليفة بن شقيط العويسي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات بشاير للسيد مرزوق بن علي بن سلطان المنصوري. وفي المركز العاشر، اللي في المركز العاشر الظبي للسيد محمد بن خدير بن حميد اليديلي. هذه النتيجة. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، وراء الآن التغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. الوطن، والوطن غالي يا سلام، الوطن على مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن سليمان بن علي الوهيبي، قادمة من الشرقية، قادمة من سلطنة عمان للمشاركة هنا في هذا الافتتاح، افتتاحي موسم 2016-2017 لسن الحجايج على أرضية ميدان دستور في مدينة دبي. مرحبا بالضيوف، مرحبا باللي كل قادم، بالضيوف اللي ذلفوا منا ومنا، بالشيوخ وكل هاوي. يا سلام يا سلام. نشوف المركز الثاني، ناخذ اللي في المركز الثاني ميسورة للسيد محمد بن عويضة بالحطم العامري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث عوايد للسيد حمد بن عبد الله بالويع العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف هنا محبة، محبة للسيد سالم بن حمود بن باروت العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس أرى الآن عتاب، عتابك حلو يا بن مسفر، عتاب للسيد سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع. في المركز الرابع تتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، نشوف نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات. أرى الآن عوايد للسيد حمد بن عبد الله بن لويع العامري. نرجع إلى الوطن، نرجع إلى الوطن، والوطن على المقدمة. بدأت تباعد، بدأت تغادر بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الوطن للسيد علي بن سليمان بن علي الوهيبي. الملاحقة والمتابعة من ميسورة للسيد محمد بن عويضة بالحطم العامري، لكن الوطن على مقدمة هذا الشوط. بتسلم على أهل سلطنة عمان، ميسورة قادمة، ميسورة، ميسورة قادمة، والوطن في المقدمة. اللحظات الأخيرة، ميسورة، ميسورة تتيسر وتغير وتنتقل. سلام يا مدينة العين، سلام، تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن عويضة بالحطم العامري على فوز ميسورة بالمركز الأول. المركز الثاني الوطن للسيد علي بن سليمان بن علي الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث عوايد للسيد حمد بن عبد الله بن لويع العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، عتاب للسيد سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الذي وصلت في المركز الخامس الضبية للسيد عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي.
هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول ميسورة إلى خط النهاية بعدما تجاوز الثلاثة كيلومتر في زمن وقدره 4:34.9 من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن عويضة بالحطم العامري. سلام يا مدينة العين، سلام. وفي المركز الثاني الوطن وصلت في المركز الثاني، كانت مسيطرة حتى اللحظات الأخيرة، لكن ميسورة كان لها كلام ثاني عند خط النهاية. قطع المسافة 3 كيلومتر في زمن وقدره 4:34.12 من الثانية. تهانينا للسيد علي بن سليمان بن علي الوهيبي والذي وصلت في المركز الثالث. المركز الثالث عوايد وصلت في المركز الثالث 4:38.3 من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن عبد الله بن لويع العامري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز. تهانينا والناموس.